الله سيجري المؤتمر الانتخابي لنادي بازوايا 2020. عمل هذا المؤتمر الانتخابي في سبيل نشط الحركة الرياضية في منطقة سهل نينوى. أنا عندي برنامج ذكر استشارة المحافظة وأنا رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة الأولمبية أقدر أساعد النادي بإقامة نشاطات رياضية. لأن جميع الأندية ما تتأسس إلا عند ملف عن النشاطات الرياضية تقوم بها الأوروبية. وعد نور الدين خليل، غازي عاصي موسى، عبد الحسن محمد أيوب، أحمد عمران أيوب، سعود نجاح، نزار محمد جعفر. كاظم عباس فوزي. عصام كل واحد 31 صوت، استاذ عصام. نعم كل واحد 31 صوت. نعم 31 صوت. نعم سليم مالي مدير سعيد. جواب مدير. نعم ايه. نمسر رياض عقاب رئيس النادي اصغر فاضل. نعم. نائب رئيس زكريا يحيى. يعتبر منطقه البازوايا او قصبه البازوايا من المدن الحيويه في محافظه نينوى ذو كثافه سكانيه واندماجا مع قريه الجوج جليل، وهذه اداريه نموذجيه بصراحه، ولاول مره هناك تنافس على رئاسه النادي وعلى نائب رئيس النادي، وجرت الانتخابات بصوره شفافيه ودقت المعلومات عن الهيئه العامه، وتم تدقيق الهيئه العامه بصوره جيده، ويعتبر الهيئه العامه هيئه مثاليه. ونشكر قناه الموصليه المتواجد دائما في ساحات الرياضيه ودعم من القناه لهذه الشريحه الرياضيه الكبيره، ونشكر الاستاذ غازي فيصل على دعمه لنشر واقامه جميع الأنشطة الرياضية ونشرها في قنوات الفضائية في قناة الموصل الغراء. تم اليوم بعون الله إقامة المؤتمر الانتخابي لنادي بازوايا الرياضي، وجاءت هذه الانتخابات ضمن تعليمات وزارة الشباب والرياضة دائرة التربية البدنية والرياضة بضرورة إكمال الانتخابات الرياضية للأندية قيد التأسيس التي حصلت على إجازة تأسيس 6 أشهر أو سنة، دعما من وزارة الشباب والرياضة لإعطاء الصفة القانونية لهذه الأندية الرياضية. تم انتخاب أعضاء الإدارية 10 منتخبين الموجودين داخل القاعة، وكذلك تم انتخاب رئيس النادي ونائب الرئيس وأمين السر وأمين المالي، والحمد لله اكتسبنا ثقة أعضاء الهيئة العامة لتمثيل النادي. هدفنا ليس تأسيس النادي، وإنما هو دعم الرياضة في منطقة سهل نينوى وكذلك منطقة بازوايا لتمثيلها في المناسبات والمهرجانات الرياضية داخل محافظة نينوى وكذلك خارجها، وإن شاء الله نحو المزيد من النجاح والتألق. جرت انتخابات بشفافية وبديمقراطية تامة، وحصلت الأصوات 10 على أغلبية، وتم انتخاب فيما بينهم الهيئة الإدارية على رئيس النادي ونائب رئيس النادي وأمين سر النادي وأمين المالي، والحمد لله والشكر تمت بنجاح وبتوفيق من الله.